أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلاق فعاليات مبادرة كتف في كتف، أكبر مبادرة حماية اجتماعية في مصر. يأتي ذلك استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتنطلق فعاليات المبادرة في 17 من مارس الجاري في 16 محافظة بالتوازي، وتشمل تلك الفعاليات تعبئة وتوزيع أكثر من 1,000,000 كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى 160,000 وجبة و 30,000 قطعة ملابس على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا من أهالي تلك المحافظات، وبمشاركة من متطوعي التحالف. كان للأطفال نصيب من المبادرة، وذلك بتوزيع فوانيس رمضان والألعاب لإدخال البهجة والسرور على الأطفال وأسرهم تزامنا مع اقتراب الشهر الكريم.